بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. تكملة الباب الثاني من الكتاب 38، كتاب اللباس والزينة، والباب الثاني تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء وخاتم الذهب والحرير على الرجل وإباحته للنساء وإباحة العلم ونحوه للرجل ما لم يزد على 4 أصابع. وقفنا على الحديث 21 بعد 505,000 بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح، قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أمية قال حدثنا أبي قال حدثنا سيف قال سمعت مجاهدا يقول سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى قال استسقى حذيفة فسقاه مجوسي في إناء من فضة، فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تلبسوا الحرير، في تلبسوا في تلبسوا، تلبسوا من اللبس وتلبسوا من التخليط، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون، يلبسون يعني لخلطنا عليهم ما يخلطون. يبقى في فرق بين يلبسوا ويلبسوا، يلبسوا يعني يرتدي الثياب، ويلبسوا يعني يلبس الأمر، يعني يخفيه، يعني يخلطه على الناس. كل دي مش لغة عربية، كل ده مش موجود في السنة، كل ده مش موجود في القرآن، كل ده موجود في الشعر بقى. يقول لا تلبسوا الحرير، أو لو قال لا تلبسوا الحرير يبقى يرى الحديث غلط ويغير المعنى خالص. لو كسر البيه يدينا معنى خالص مختلف تماما، لكن لازم يفتح يقول لا تلبسوا يعني لا ترتدوا الحرير. لكن عارف لو قلنا لا تلبسوا الحرير يعني لا تخلطه بغيره، يتغير الحكم ولا ما يتغيرش؟ يتغير الحكم. يا مش هتفهم كلام النبي، لو ما تعلمتش لغة عربية مش هتفهم كلام النبي، ولو ما فهمتش كلام النبي مش هتعمل بأوامر النبي، ولو ما عملتش بأوامر النبي هتوفي داهية. دي حقيقة، لأن من عصاني فقد إيه؟ أبى. مش النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كل الناس يدخل الجنة إلا من أبى؟ قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فلن تستطيع أن تطيع النبي إلا من خلال فهمك للغة العربية، لأنه خاطبك باللغة العربية صلى الله عليه وسلم. لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا، يعني للكفار يستحل استعمالها في الدنيا فإيه يحرم منها في الآخرة. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى حلة سيراء عند باب المسجد. حلة سيراء جاية من السيور، والسيور اللي هي الإقلام يعني مخطط يعني مقلم، يبقى حلة سيراء يعني حلة مقلمة فيها أقلام من حرير، هذه معنى سيراء يعني فيها سيور من حرير عند باب المسجد. فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها للناس يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة، يعني من لا نصيب له ولا حظ في الآخرة، لأنها كانت من حرير والحرير حرام على الرجال. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل،
بعد فترة جال النبي حلل من حرير، كويس، فأعطى عمر منها حلة، فقال عمر: يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد. ما قلت ده انت قلت لنا في حلة عطارد دي من لا خلق له في الآخرة، تقوم تدهني؟ خاف على نفسه، يعني انا ماليش نصيب في الآخرة ولا ايه الحكاية؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اني لم اكسكها لتلبسها، يعني انا ما اديتهالكش هدية عشان انت تلبسها، اديها للحريم بتوعك، اديها لمراتك لبناتك، فاهم؟ ما تلبسهاش، لو جالك انت قماش حرير هدية اقبله واديه لمراته، دي لبنتك، فاهم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا عمر: اني لم اكسكها لتلبسها، يعني انت. فكساها عمر اخا له مشركا بمكة، اديها لواحد مشرك، وكان ممكن يديها لحد من نسائه، كل ده جايز، يبقى هدية المشرك تأليفا لقلبه جايزة. شفت؟ نتعلم، مش زي بتوع داعش عايزين يقتلوا كل واحد غير مسلم. بتوع داعش بيعملوا كده يا سيدي، عاملين زي، اصل ده مذهب امريكاني، ما هو الامريكان لما راحوا فتحوا امريكا عملوا ايه؟ قتلوا الهنود والحمر كلهم وقعدوا مكانهم، وداعش دي صناعه امريكيه، ميد ان امريكا، واخد بالك؟ فمش عايزين حد الا هم جنسهم، فاي بتاع لو بس ظبطوا واحد حتى مش على مذهبهم الديني، ده لو مسلم على مذهبهم غير مذهبهم الديني يقتلوا برضه، يعني لو شافوا مسلم مثلا صوفي في ايده سبحه يقتلوه، فاش دلع، لو شافوا مسلم حالق دقنه يقتلوه، ما فيهاش تفاهم. ليه؟ لان دي ميدن امريكا، امريكان اسلام، اسلام امريكي جاي من عند الكاوبوي، ما نعرفوش احنا، مش بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر اهو اهداها لاخا له مشرك، لان تأليف قلوب غير المسلمين مطلوب، لانه اذا احبك قد يدخل في الدين، والهدية تستجلب الحب، فهمت؟ لان عمره ما هيتبع دينك الا اذا احبك اولا. الناس دخلت في الدين عشان كانت بتحب النبي، وكفروا عشان كانوا بيكرهوا النبي، اللي يكره النبي هيكفر، واللي هيحب النبي هيسلم. وعن ابي قال: وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي حاء قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه حاء قال وحدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا يحيى بن سعيد كلهم عن عبيد الله حاء قال وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسره عن موسى بن عقبه كلاهما عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث مالك. وعن ابي قال: وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا نافع عن ابن عمر قال: راى عمر رضي الله عنه عطاردا التميمية يقيم بالسوق حلة سيرا، وكان رجلا يغشى الملوك ويصيب منهم. يعني عطارد ده كان راجل بيزور الملوك وله اتصالات كبيرة، فلقى عارض في السوق حلة فخمة جدا للبيع، يبدو ان خدها من احد الملوك هدية. فقال عمر: يا رسول الله اني رأيت عطاردا يقيم في السوق حلة سيراء، فلو اشتريتها فلبستها لوفود العرب اذا قدموا علي، واظنه قال: ولبستها يوم الجمعة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الاخره. فلما كان بعد ذلك اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلل سيراء، فبعث الى عمر بحله، وبعث الى اسامه بن زيد بحله، واعطى علي بن ابي طالب حله وقد شققها خمرا بين نسائه، يعني جعلها ايه؟ اخمره، خمر جمع خمار، والخمار هو الغطاء الذي تستعمله المرأة، بس ايه؟ شققوها بين النساء ليستعملوا، لانها حرير الرجال لا يستعملوا. وقال: شققها خمرا بين نسائك.
في رواية تانية هيقول لك فأعطاها علي للفواطم. هتيجي لك رواية الفواطم اللي هم مين؟ فاطمة زوجتي، وفاطمة بنت أسد أمه، وفاطمة بنت حمزة بنت عمه، وفاطمة بنت شيبة ابن عتبة زوجة عقيل أخوه. كل دول كانوا فواطم، أربع فواطم. فهمت إزاي؟ فعشان كده إيه؟ فشققها بين الفواطم. قال فجاء عمر بحلته يحملها، فقال يا رسول الله بعثت إلي بهذه وقد قلت بالأمس في حلة عطارد ما قلت؟ فقال إني لم أبعث بها إليك لتلبسها، ولكني بعثت بها إليك لتصيب بها. وأما أسامة فراح في حلته. سيدنا أسامة كانش يعرف أنها حرام، راح لبسها بقى وجاي للنبي متشيك بيها كده، ما كانش عارف لسه ان الحرير حرام للرجال. فنظر اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرا، عرف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انكر ما صنع. ده تربيه النبي اسامه، يعرف على طول من عينين النبي ان النبي ما انبسطش، من غير ما يكلمه على طول عرف ان كده غلط. فقال يا رسول الله ما تنظر الي؟ فانت بعثت الي بها، ده انت اللي بعتها لي. فقال إني لم أبعث إليك لتلبسها، ولكني بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين نسائك. وعن أبي قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى واللفظ لحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال وجد عمر بن الخطاب حلة من استبرق تباع بالسوق، فأخذها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله ابتع هذه، يعني اشتريها، فتجمل بها للعيد وللوفد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذه لباس من لا خلاق له. قال فلبث عمر ما شاء الله، ثم أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج، فأقبل بها عمر حتى أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له، أو إنما يلبس هذه من لا خلاق له، ثم أرسلت إلي بهذه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تبيعها وتصيب بها حاجتك، يعني تصرف فيها، يعني غير اللبس يتبعها يتهديها يتديها لنسائك الموت، لكن لا تلبسها. وعن أبي قال وحدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله. وعن أبي قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال أخبرني أبو بكر بن حفص عن سالم عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه رأى على رجل من آل عطارد قباء من ديباج أو حرير، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو اشتريته؟ فقال إنما يلبس هذا من لا خلاق له. فأهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فأرسل بها إلي. قال قلت أرسلت بها إلي وقد سمعتك قلت فيها ما قلت؟ قال إنما بعثت بها إليك لتستمتع بها. وعن أبي قال وحدثني ابن نمير قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بكر بن حفص عن سالم بن عبد الله ابن عمر عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى على رجل من آل عطارد بمثل حديث يحيى بن سعيد، غير أنه قال إنما بعثت بها إليك لتنتفع بها ولم أبعث بها إليك لتلبسها. وعن أبي قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال سمعت أبي يحدث قال حدثني يحيى بن أبي إسحاق قال قال لي سالم بن عبد الله في الاستبرق قال قلت ما غلظ من الديباج. ايه هو الاستبرق؟ يعني ما غلظ من الديباج، والديباج هو الحرير يعني، وخشن منه. فقال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول رأى عمر على رجل حلة من استبرق فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديثهم، غير أنه قال فقال إنما بعثت بها إليك لتصيب بها مالا. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن عبد الملك عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر
وكان خال ولد عطاء قال أرسلتني أسماء إلى عبد الله بن عمر فقالت بلغني أنك تحرم أشياء ثلاثة: العلم في الثوب، وميثرة الأرجوان، وصوم رجب كله. ثلاثة: العلم في الثوب، يعني ايه؟ يعني لما يبقى فيه علامة مرسومة على الثوب من حرير، يعني ثوب معلم يعني مقلم بحرير او فيه رسومات حريرية يعني. وميثرة الأرجوان، الميثرة اللي هي المياثر اللي اتكلمنا عنها بالامس، وهو المفرش الذي يوضع على الدابة لتركب عليه وتجلس عليه. والأرجوان النوع الأحمر القاني، فهم؟ الأحمر القاني، وكانت في الغالب تصنع من حرير. وصوم رجب كله، وكمان بتنهى عن صيام رجب كله. فقال لي عبد الله: أما ما ذكرت من رجب فكيف بمن يصوم الأبد؟ إذا كان النبي يعني أجاز صوم كل يوم ما عدا الأيام المنهي عنها لبعض الناس، فازاي انت تنهى عن صيام رجب كامل اذا كان النبي يجيز انك انت تصوم كل يوم لبعض الناس؟ اجاز ذلك لبعض الصحابة، كان النبي يجيز ذلك، بل سيدنا عمر بن الخطاب نفسه كان يعني يسرد الصوم، ستنا عائشة كانت تسرد الصوم، كتير من الصحابة كانوا يسرد الصوم ما عدا الايام المنهي عنها الخمسة، في خمسة ايام منهي عن صيام بس، وبقية السنة تصومها كلها. ايه هما الخمسة؟ يوم الفطر، مش كده برضو، ويوم النحر، وثلاث ايام تشريق. ادي خمس ايام بس ما تصومهمش، وبقيت السنه تصوم براحتك. يبقى الصحابه كانوا بيتناقشوا اهو في بعض الخلافات الفقهيه، بيتناقشوا مع بعضهم مش بيتخانقوا ولا حاجه. فكيف بمن يصوم الابد؟ واما ما ذكرت من العلم في الثوب، العلم اللي هو يعني ما يبقى فيه علامه من حرير في وسط ثوب من كتان او من قطن، فاني سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انما يلبس الحرير من لا خلاق له، فخفت ان يكون العلم منه. واما ميثرة الارجوان فهذه ميثرة عبد الله فاذا هي ارجوان. فرجعت إلى أسماء فخبرتها، فقالت: هذه جبة رسول الله كمان. يعني الأرجوان، المشكلة مش في الميثرة، الأرجوان كونها أحمر حمراء هي اللي منع عنها، مش اللون ده. لو كانت الميثرة من حرير تبقى حرام أي لون كانت، إنما لو كان لونها أرجوان وليست من حرير يجوز تحطها مفرش، مفيهاش مشكلة، فهم؟ يعني العلة في التحريم كونها من حرير لا كونها من أرجوان، لا كونها حمراء يعني، فهمت؟ يبقى الصحابة بيصححوا لبعضهم اهو الأحكام. سيدنا الأرجوان الفسفوري ده زي أحمر قاني، أحمر قاني يسموه المصريين دم الغزال. فرجعت إلى أسماء فخبرتها، فقالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخرجت إلي جبة طيالسة كسروانية، يعني جاية من الإيه؟ من ناحية الفرس يعني، مستوردة يعني النبي كان بيلبس لبس مستورد أهو، جاي من أوروبا ومن آسيا، فاهم؟ يجوز لبس اللبس المستورد يعني، مفيش مشكلة. فأخرجت إلي جبة طيالسة كسروانية لها لبن ديباج، وفرجيها مكفوفين بالديباج، يعني فيها فتلة حرير، فتلة حرير مع فتلة القماش التاني، يعني مخلطة يعني، طالما ايه الحرير داخل وليس غالب تجوز، فهمت؟ وفرجيها مكفوفين بالديباج، يعني معمولة على حروفها حرير علشان ما تأذيش ايه لحم الانسان ورقبته، فمعمولة ايه مكفوفة كده، واحنا قلنا في حدود اربع اصابع، صباعين على جوه وصباعين بره عشان يلفها حواليه كده.
وايه، بحيث تبقى اما تيجي تلمس جلده ما تاذيهوش، خصوصا لما تبقى جبه صوف وتلاقي حرفها يعور جلد الانسان لما يجي على جلده، فيقوم يكففها يعني يلف حواليها حرير عشان تبقى حنينه، يجوز في حدود 4 اصابع يعني صباعين جوه وصباعين بره ملفوفه عليه. فقالت هذه كانت عند عائشه حتى قبضت، فلما قبضت قبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها. يبقى كانوا بيتبركوا باثر النبي بعد وفاته ولم يكونوا وهابيه، خلافا للوهابيه يعتبر هذا شرك. يديكم الله الصحة لكم. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن سعيد عن شعبة عن خليفة بن كعب أبي ذبيان قال سمعت عبد الله بن الزبير يخطب يقول ألا لا تلبسوا، لا تلبسوا، ألا لا تلبسوا نساءكم الحرير، فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. يبقى عبد الله بن الزبير فهم أن النهي عن الحرير مطلقا للنساء والرجال، فهمت؟ اعتبرها منهي. يبقى الصحابة قد تغيب عليهم بعض الأحكام، فهمت بقى؟ يبقى الصحابة قد تغيب عنهم بعض الأحكام فيحتاجوا أن يتعلموها من بعضهم البعض. وعنه به قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان قال كتب إلينا عمر ونحن بأذربيجان يا عتبة بن فرقد إنه ليس من كدك ولا من كد أبيك ولا من كد أمك، فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك، وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن لبوس الحرير قال إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما إلا هكذا. عشان كده يبقى من هنا بره 2 ومن جوه 2 يبقى المجموع 4، لكن ما نخليش الأربع صوابع في جهة واحدة، فهم؟ إلا هكذا. ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما. قال زهير قال عاصم هذا في الكتاب قال ورفع زهير إصبعيه. وعن أبي قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير بن عبد الحميد حا قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا حفص بن غياث كلاهما عن عاصم بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحرير بمثله. وعن أبي قال وحدثنا ابن أبي شيبة وهو عثمان وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي كلاهما عن جرير واللفظ لإسحاق قال أخبرنا جرير عن سليمان التيمي عن أبي عثمان قال كنا مع عتبة بن فرقد فجاءنا كتاب عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس الحرير إلا من ليس له منه شيء. بعت لهم في أذربيجان ليه؟ لأن كانت من أشهر صناعات أذربيجان المنسوجات الحريرية، فلما راحوا أذربيجان نبهوا بقى اوعى تستعمل بقى الحرير وتلبسه إلا من لبس له منه شيء في الآخرة إلا هكذا. وقال أبو عثمان بإصبعيه اللتين تليان الإبهام فرؤيتهما أزرار الطيالسة حين رأيت الطيالسة، يعني كأن إيه الصباعين دول هم اللي بيعملوا فيها العوائر العراوي اللي بيزرر بيها الزرار، فهمت إزاي؟ على قدر بس ما يعمل العراوي يعمل الزراير. وعن أبي قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه قال حدثنا أبو عثمان قال كنا مع عتبة بن فرقد بمثل حديث جرير. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا عثمان النهدي قال جاءنا كتاب عمر ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد أو بالشام، أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا إصبعيني،
قال أبو عثمان: فما عدمنا فما إيه؟ عدمنا أنه يعني الأعلام. الأعلام يعني إيه؟ يعني الخطوط، يعني الخطوط اللي بتبقى موجودة يعني. يعني العلم لو كان في حدود إصبعين يمشي، بس ما يبقاش متكرر. يعني لو جبت بقى مثلا قماشة كتان وفيها بحدود إصبعين كده قلم حرير تمشي، ممكن تلبسها، فهمت؟ وعنه به قال: وحدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة بهذا الإسناد مثله ولم يذكر قول أبي عثمان. وعنه به قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري وأبو غسان المسمعي وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى وابن بشار قال إسحاق أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عامر الشعبي عن سويد بن غفلة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب بالجابية فقال: نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع. وعن أبي قال: وحدثنا محمد بن عبد الله الرزي قال أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة بهذا الإسناد مثله. وعن أبي قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي ويحيى بن حبيب وحجاج بن الشاعر واللفظ لابن حبيب قال إسحاق أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: لبس النبي صلى الله عليه وسلم يوما قباء من ديباج أهدي له، ثم أوشك أن نزعه فأرسل به إلى عمر بن الخطاب فقيل له: قد أوشك ما نزعته، يعني نزعه بسرعة، يعني قد أوشك ما نزعته، يعني ما أسرع ما نزعته يا رسول الله. فقال: نهاني عنه جبريل. فجاءه عمر يبكي فقال: يا رسول الله، كرهت أمرا وأعطيتنيه، فما لي؟ قال: إني لم أعطكه لتلبسه، إنما أعطيتكه تبيعه فباعه بألفي درهم. وعن أبي قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا شعبة عن أبي عوف قال: سمعت أبا صالح يحدث عن علي قال: أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيرة فبعث بها إلي فلبستها فعرفت الغضب في وجهه، فقال: إني لم أبعث بها إليك لتلبسها، إنما بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين النساء. وعن أبي قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي حاء قال: وحدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد يعني ابن جعفر قال: حدثنا شعبة عن ابن عون عن أبي عون بهذا الإسناد في حديث معاذ، فأمرني فأطرتها بين نسائي، أطرتها يعني قسمتها. وفي حديث محمد بن جعفر: فأطرتها بين نسائي ولم يذكر فأمرني. وعن أبي قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وزهير بن حرب واللفظ لزهير قال أبو كريب أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا وكيع عن مسعر عن أبي عون الثقفي عن أبي صالح الحنفي عن علي رضي الله عنه أن أكيدر دومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير. أكيدر دومة ده إيه؟ مكتوب في بعض الكتب أنه أسلم، الراجح أنه لم يسلم وأنه مات كافرا، مات على نصرانيته، ولكن أهدى النبي من باب الهدايا فقط، أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير فأعطاه عليا فقال: شققه خمرا بين الفواطم. الفواطم بما إيه؟ فاطمة. وقال أبو بكر وأبو كريب: بين النسوة. وعن أبي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا غندر عن شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن زيد بن وهب عن علي بن أبي طالب قال: كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه، قال: فشققتها بين نسائي،
وعن أبي قال وحدثنا شيبان بن فروخ وأبو كامل واللفظ لأبي كامل قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الرحمن بن الأصم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر بجبة سندس فقال عمر بعثت بها إلي وقد قلت فيها ما قلت؟ قال إني لم أبعث بها إليك لتلبسها وإنما بعثت بها إليك لتنتفع بثمنها. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علي عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وعن أبي قال زي برضو شرب الخمر قال فيه نفس الحكاية من شرب الخمر في الدنيا حرمها في الآخرة. وعن أبي قال وحدثني إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا شعيب بن إسحاق الدمشقي عن الأوزاعي قال حدثني شداد وأبو عمار قال حدثني أبو أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن يزيد ابن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أنه قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه. عارف الفروج الحرير يعني ايه بقى باللغه بتاعتنا المصريه؟ سديري اللي يتلبس من فوق الهدوم كده، عارف انت زي الجماعه اليمنيين ساعات يلبس الجلابيه ويروح لابس سديري ايه فوقها كده شياكه يعني مش شيك، ده اسمه فروج. فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين. وعن أبي قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني يزيد بن أبي حبيب بهذا الإسناد. وهكذا انتهينا من الباب الثاني، وكان طويل شوية فالحمد لله انتهينا منه اليوم، وغدا الباب الثالث باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوه، غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.